عاجل لقاء ودي العراق والجزائر في سبتمبر. إنه سر مكشوف حيث سيلعب المنتخب الوطني مباراة ودية في موعد الفيفا المقبل في سبتمبر. أعرب جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الوطني عن رغبته في الاستفادة من فترة التوقف الدولي المقبلة لخوض مباراة تحضيرية. من هذا المنظور كانت الجزائر تريد أن تلعب مع مصر، لكن الفراعنة سيواجهون تونس أخيرا. ومع ذلك قد يواجه زملاء رياض محرز فريقا عربيا آخر في سبتمبر أو أكتوبر. وبالفعل كشفت قناة الرابط الرياضية العراقية اليوم أن الاتحاد العراقي لكرة القدم إيفا وجه دعوة إلى نظيره الجزائري لمباراة ودية ستقام في العراق دون تحديد موعد انطلاق المباراة. هذه اللعبة الودية، ويبقى أن نعرف الآن موقف جمال بلماضي الذي سوف يفضل البلدان الأفريقية لكأس إفريقيا للأمم التي ستقام في بداية العام المقبل في ساحل العاج. شكرا جزيلا لدعمكم هذه القناة بالاشتراك فيها والمشاركة. شكرا جزيلا على اشتراككم في هذه القناة.